أقدم شخص صباح هذا اليوم على سرقة تاكسي صغير بمدينة الجديدة والانطلاق به للعمل بشكل عادي وثقة في النفس كأنه سائق حقيقي. وتعود تفاصيل هذا الحادث حسب معلومات توصلنا بها من مصدر موثوق عندما توقف سائق التاكسي بجانب إحدى المخبزات بشارع الحسن الثاني بالجديدة ودخل لشراء بعض الحاجيات الخاصة به تاركا وراءه المفتاح والسيارة مشتغلة، لكنه فوجئ عند انتهائه باختفاء السيارة حيث ربط الاتصال بصاحب المأدونية أي الكريمة الذي حضر لمكان الحادث بسرعة واتصل برجال الأمن الذين حضروا لعين المكان، حيث انطلقت فرقة من الدراجين وسيارة أمن في رحلة بحث عن اللص، حيث تم التمكن من التعرف عليه ومحاصرته بالقرب من مسرح عفيفي. والمفاجأة كانت أنه ضبط يعمل بشكل عادي ويحمل زبناءه لوجهات المطلوبة، وفي هذه الأثناء تم اعتقاله ونقله لمقر الأمن قصد الاستماع إليه وتحرير محضر قانوني ضده في انتظار عرضه على السيد وكيل الملك، فيما تم حمل الطاكسي نحو المستودع البلدي لحين إكمال التحقيق.